بمبادرة من مديرية الشباب والرياضة وتحت إشراف والي ولاية تيبازا، شهد شاطئ العقيد عباس ببلدية الدوودة حملة تحسيسية لتنظيفه، وهذا في إطار برنامج التحضير لموسم الاصطياف بالولاية. على كل حال اليوم العملية أكثر تحسيسية مما هي تقديم موسم الاصطياف. اليوم شاركنا فئات من الشباب من الولاية وكذلك الشباب من الجمعيات وكذلك الأفراد من المجتمع المدني على مستوى الشاطئ عقيد عباس شاطئ شنوا، حوالي 2000 شاب راهم يشاركوا في هذه العملية. وكما قلت هي عملية تحسيسية أكثر مما هي تطوعية، لأن نحس على نظافة المحيط. الشباب هذو التلاميذ والأولاد يعني يكونوا عارفين ما هي قيمة النظافة على مستوى الشواطئ في الصيف المقبلة إن شاء الله. على كل حال اليوم كانت عندنا زوج عمليات في نفس الوقت، دونك كنا في شنوا بلاج وكنا في دوودة مارين. دونك احنا قسمنا العملية، ما احنا كقطاع الشباب والرياضة باع السيد الوالي، دونك قسمنا العملية كل بلديات الشرقية للولاية راحوا كوتي وبلديات الغربية راحوا في كوتي الآخر، دونك كانت يعني معتبرة. تميزت الحملة بمشاركة واسعة من الجمعية الرياضية والثقافية منها وحتى المؤسسات الشبانية، مما عكس مدى وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وخاصة الشواطئ في موسم الاصطياف. كما تعلمون أن المشاركة هذه تاع العملية، هذه العملية الكبرى التطوعية اللي أطلقها سيد الوالي هي بمشاركة كل القطاعات بما فيهم البلديات، بلدية الدوودة وكذلك مديرية شباب الرياضة، الجمعية الشبانية، الجمعية الرياضية وكل الفاعلين في 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 في, في القطاع. أنا تلاقينا هنا في هذه لابلاش باش نديروا حملة تطوعية للنظافة باش ندعموا السياحة تاعنا في تيباطا إن شاء الله. وراهم مشاركين معنا كاع الجمعية تولية تيبازا وبلدية شايبة ثاني كل أفواج الكشفية، وإن شاء الله نكملوا في هذه الحملات. وماذا بين هذه الحملات من شغف في الشواطئ في بزاف الأماكن. جايبية رفقت المؤسسات الشبانية معايا، مع هنا مدير المركب الرياضي الجواري، الجمعية الرياضية الشبانية والثقافية يعني تاع بلدية شايبة. وبفضل الجهود المبذولة من السلطات المحلية والمشاركين تمكنت الحملة من تحقيق أهدافها المرجوة، حيث تم تنظيف الشاطئ بالكامل وترسيخ ثقافة الحفاظ على الشواطئ خاصة والبيئة عامة لدى الشباب. دائما ما يكون عندنا حضور في هذه التظاهرات باش نبينوا صورة الكشافة في ولا مؤسسات المجتمع المدني في التظاهرات، ودائما في الكشافة لازالت حاضرة وستبقى حاضرة في مثل هذه التظاهرات. إقبال يعني في المستوى، شفنا بزاف جهود عدة جمعيات اللي شاركت من جميع البلديات ولاية تيبازا في تنظيف شاطئ دوودة. لا شك أن هذه الحملة تعد نموذجا رائدا للتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في المجتمع وفرصة لاستقبال موسم الاصطياف في أبهى حلة.